السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا بافضل حال واتم صحة. في البداية طبعا ندعو الى اهلنا في كل البقاع العربية والاسلامية، اللهم احقن دماءهم ورابط على قلوبهم والهمهم الصبر والنصر من عندك يا الله. وما ننساش نهني طبعا الجماهير الاردنية والجماهير القطرية بوصول المنتخب الاردني والمنتخب القطري الى نهائي كاس اسيا، نهائي عربي خالص. نتمنى ان هو يكون يليق بالاسمين الكبيرين اللي وصلوا لهذا النهائي. الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة هيكون دسم، هيكون فيه شوية اخبار كتير متعلقة باليونايتد، خصوصا مع اقتراب اعلان جيم راتكليف. الموضوع اتأخر شوية وكان المفترض يتم اعلانه في الفترة دي، ولكن اتأخر شوية، ولكن كل شوية احنا بنقرأ اخبار عن رؤية جيم راتكليف وفريقه لمانشستر يونايتد في الفترة القادمة، وطبعا اخبار متعلقة بالانتقالات او متعلقة بالنادي ذات نفسه، وكمان مباراة استون فيلا اللي عمك جود ايفنينج قال لك ايه، لك حتى لو خسرنا يوم الاحد احنا هنظل فوقهم في الترتيب، اخسر انت بس مالكش دعوة، خليك فوقنا في الترتيب دلوقتي لحد لما نشوف الموضوع ده بعدين نبقى نفهم فيه، بس المهم ان احنا ناخد الثلاث نقاط. فيلا بينا دوس لايك للفيديو، اشتراك في القناه، معكم محمود بدران مجنون يونايتد، وتعالوا نتكلم عن اليونايتد واخباره ومباراه استون فيلا. البدايه هتكون من الخبر طبعا اللي انت قريته، واللي معرفش ايه رده فعلك، بس انا هتكلم عن رده فعلي انا الشخصيه، وهو بناء ملعب جديد بالنسبه لمانشستر يونايتد. وان جيم راتكليف بيقول لك احنا عايزين ملعب يكون هو ويمبلي الشمال، يعني بيقارن بويمبلي الملعب التاريخي بتاع انجلترا، وان هو يكون ايقونة موجودة في الشمال بالنسبة لملعب مانشستر يونايتد الجديد. بص انا واحد من الناس كنت بقولك في فيديوهاتي طربة الملعب اللي فيه وهد الاولد ترافورد ويبني ملعب جديد، قلت ده كتير اكتر من مرة، لكن عارف لما جينا للجد فاهم اللي هو لا يا جماعة، يا جماعة انا مرتبط بالملعب ده عاطفيا، يا جماعة انا كل يعني في انتصارات كتير متعلقة في ذهني موجودة في الملعب ده، في اكتر من مرة افوز بالدوري متعلقة بالملعب ده. اقول لك حاجة، انت متخيل ان انا نفسي حاسس لو هدينا الاولد ترافورد احنا بنهد معاه تاريخ كبير، احنا بنهد معاه حتى بطولة ابطال اوروبا اللي احنا ما فزناش بيها داخل الاولد ترافورد، احنا فزنا في الكامب نو وفي موسكو، انا حاسس ان دول هيتاخدوا مني مع هد ملعب الاولد ترافورد. فما اكذبش عليك انا متعلق بيه عاطفيا، وبالتالي انا بتراجع عن كلامي واقول لا ما تطربقش الملعب يا معلم ولا حاجه، خلينا قاعدين في الاولد ترافورد لانه هو حته مننا. لكن عايز اقول لك حاجه برضو، ما تنساش ان التطور بالنسبه للاشياء لازم يحصل. يعني ببساطه انا واحد من مواليد التمانينات اللي هو ايام ما كان التليفون بقرص وتضربه وتمسك كده السماعه وقالوه، واول ما ترفع السماعه تسمع صوت زنه الحراره الناحيه الثانيه، واحنا وصلنا للموبايلات دلوقتي. وانا فاكر في فتره من الفترات لما طلعت الموبايلات خصوصا قبل التاتش اللي هي بزراير، وكنا بنقول هنروح فين، كان الواحد يمسك الموبايل كده على ودنه، انا الواحد يبص له يقول له ايه ده، هو بيعمل ايه بودنه بالظبط، بايده بالظبط، حط ايده على ودنه ليه يا عم، ده بيتكلم في ايده يا عم، عشان الموبايل مش باين طبعا من ايد الموبايلات. وحاليا بقت الموبايلات التاتش لا غنى عنها، فانت ممكن تشوف ده تطور ايضا في كره القدم على الرغم من الاولد ترافورد. انت ليك معاه طبعا مسيره كبيره، ليك معاه ذكريات كبيره، ولكن ممكن يكون ده التطور لان ده حصل قبل كده، وان انت هديت اماكن في الاولد ترافورد وبنيتها خصوصا بعد ضربه في الحرب العالميه وخلافه يا معلم. طيب من الرؤى بقى بتاعه جيم راتكليف بالنسبه لمانشستر يونايتد في الفتره القادمه، مش بس ان هو ملعب جديد، ولكن كمان اني عايز يكون مانشستر يونايتد هو التوب، هو اعلى فريق في انجلترا بل في العالم ككل، والاعتماد على الاكاديميه والشباب. وانا بصراحه يعني على الرغم من ان انت ممكن تقول ان الكلام ده كلام انشائي كلام عادي جدا، ولكن نتمنى ان نشوف ده منفذا على ارضيه الملعب، نشوف ده منفذا في مانشستر يونايتد، لانه لو حصل هيبقى كلام جميل جدا ان انت تشوف اليونايتد بيعود لمكانته الاصليه، وكمان بتعتمد على الشباب اللي قادر يديك بشكل كبير جدا على ارضيه الملعب. وعشان برضو حته متعلقه بالموضوع ده وموضوع بناء الملعب وخلافه، تعال ناخد تصريحات اولي جولنر سولشاير في الحته دي.
اولا اولي جونر سولشاير اتكلم عن إيريك تن هاج وقال لك انا عارف اللي بيمر بيه في الاوقات الصعبه والاوقات السيئه. على فكره الديك ده اللي بيصيح ده اكيد تبع مانشستر سيتي، مش عايزنا نكمل الفيديو بس المهم يعني. فاولي جونر سولشاير بيقول لك انا عارف اللي بيمر بيه في الاوقات الصعبه والاوقات الجيده، واتمنى ان احنا نعود الى القمه وان يكون ده على ايد إيريك تن هاج. جميل جميل، ده بالنسبة لمدرب سابق بيقول عن مدرب حالي. واحنا بصراحة أولي جولنر سولشاير كأيقونة كلاعب القاتل ذو الوجه الطفولي، أحسن تبديل بينزل في أرضية الملعب 20 ليجن، فده لا خلاف عليه. أنت ممكن تتكلم في فترته التدريبية كمدرب فقط لا غير، لكن كلاعب كمشجع أولي جولنر سولشاير لا يمس، واحنا عارفين مقداره عندنا ومقدار اليونايتد عنده. ما وقفش أولي جولنر سولشاير بس في التصريحات هنا، وانما اتكلم برضو عن ملعب جديد وقال لك بص هو مع التطور انت ممكن تبقى مضطر ان انت تبني ملعب جديد، بس لازم تاخد الخطوه دي، اما التجديد او بناء ملعب جديد. وان احنا قبل كده كان عندنا زاك ليف اللي هو ايام مات بيسبي والبيسبي بيبيز، واستبدلناه بالكارينجتون، يعني ادي احد التطورات اللي حصلت قبل كده، فقد تضطر الى بناء ملعب جديد، فده ممكن يكون نوع من التطور ان انت تبني ملعب جديد. ودي الحته اللي انا بقول لك بيها متعلقه بفكر جيم راتكليف. طبعا في كتير من الناس الاخبار متضاربه ما بين اللي بيقول لك ان لا ده فيه ذكريات وتاريخ الاولد ترافورد ما ينفعش يتهدم، وفي اللي بيقول لك ده التطور الطبيعي للوضع الحالي. ما وقفتش الاخبار هنا فقط لا غير، ولكن كمان في خبر بيقول لك ان مناصب رفيعه المستوى. وانا اول ما بقرا الكلمه دي بعتبر ان اللي كاتب الخبر هو كاتبه من عنده، ومن الاخر كده بيلزقه في اي حته عشان يقول لك بص اهو ان في ناس بتتكلم عن الموضوع ده، وهو في الاخر هو تعبيرا عن رايه فقط لا غير. بعيدا عن كنت انا متفق معاه في هذا الخبر او ضد هذا الخبر، ولكن انا ما بحبش كلمه مناصب رفيعه المستوى ونسيبها كده متعتمه. المهم بيقول لك ان المناصب دي بتقول ان انيوس ممكن تدي إيريك تن هاج عام كمان اضافي ان هو يكمل عقده مع طبعا اليونايتد 3 سنين، السنه الجايه هي اخر سنه ليه، فممكن يدوها له ان هو يكملها، لانهم شايفين ان هو قابل صعوبات كتير في السنتين اللي فاتوا، سواء صعوبات تاديبيه كبيره او حتى قانونيه زي اللي مر بيه جرين وود وانتوني، مش بس داخل الملعب. وما ينفعش ان احنا نطرد الراجل بعد سنتين صعبين زي دول. بص خلينا اقول لك رايي بصراحه في الموضوع ده. بالنسبه لي انا شايف لو إيريك تن هاج قدر يؤدي شيء جيد مقبول، مش مقبول كمان، فوق المقبول في الفتره القادمه لحد نهايه الدوري، ممكن تديله السنه الاخيره في عقده وان انت تكمل معاه، خصوصا ان ممكن تقول ان على الساحه مفيش حد ظاهر بشكل متفرد تقدر تتجه له وتقول ان هو ده المدرب بتاع اليونايتد الجديد. تاني حاجه لازم تحطها في بالك موضوع اللعب المالي النظيف اللي احنا بنتكلم فيه، ان ممكن اداره اليونايتد وجيم راتكليف مش عايزين يتحملوا باعباء ماليه اكتر، لان انت لما هتقيل إيريك تن هاج هتدفع له السنه اللي باقيه في عقده من الرواتب او انه يدرب فريق تاني ايهما اقرب، يعني انت هتقعد تدفع لحد لما هو يلاقي له فريق تاني يا اما انت تديله السنه كلها، ولو كان في فروق طبعا هتدفع الفروق دي، فممكن مش عايزين يتحملوا بالاعباء الماليه دي، فيقول لك الراجل ده يكمل السنه وبعد كده 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 هيكون الهيكل الاداري جهز على الصيف، كمان يكون عرف الاوضاع في الموسم وجرب في الموسم اللي جاي ايه الدنيا مع اليونايتد وماشيه ازاي، فبعد كده يبقى على نظافه مع مدرب جديد بعد إيريك تن هاج. كمان انيوس حاليا بتحاول تحسن الاوضاع مع الاتحاد الاوروبي عشان تعدد الملكيات طبعا نيس ومانشستر يونايتد، وبيقول لك ان هم باصين ان ايضا استون فيلا وبرايتون هم ملكيات متعدده، يعني اللي بيملكهم بيملك أندية تانية متعددة، وخدوا الضوء الأخضر في المشاركات الأوروبية بشكل عادي جدا، فهم عايزين يوصلوا للموضوع ده. ما تفهمش ليه إحنا ما بنبصش لهيكل موجود عندنا وشارك في دوري الأبطال بفريقين زي ريد بول سالزبورج
ولايبزيج، ما الاثنين مكتوبين ان هم ريد بول يا معلم، ما تشوفهم عملوا ايه واعمل زيهم، ما تشوفهم هم ازاي اتفاهموا مع الاتحاد الاوروبي واعمل زيهم، بدل ما انت بتتكلم عن برايتون واستون فيلا اللي اعتقد كتير ما يعرفش هم ايه الكيانات اللي بتملكهم ولا ايه الانديه الثانيه اللي بيملكوها المالكين اللي مالكين هذين الفريقين فيلا وبرايتون. هو كل الموضوع ادارات مختلفه بسكك مختلفة وخلاص خلصت الدنيا، وهتلاقي الموضوع ماشي وعادي مفيش اي مشاكل، وما اعتقدش ان جيم راتكليف هيواجه اي مشاكل ولا اليونايتد ولا نيس في المشاركة الاوروبية للموسم القادم، حتى ولو كان في نفس البطولة وزيك زي ريد بول واللي بيعمله يا معلم. مش بعيد بقى عن موضوع تعدد الملكيات ان الفرق الانجليزية وافقت على قواعد جديدة من خلالها بيكون في صرامة شديدة بالنسبة لهذه الفرق في الانتقالات ما بين نفس النوادي اللي تحت مالك واحد. يعني بمعنى لو في مالك بيملك فريقين زي نيوكاسل مثلا والأندية السعودية اللي بيمتلكها جهاز الاستثمار، فهيبقى صعب ان انت تنقل لاعب من هنا لهنا في قواعد اشد صرامة من القواعد الحالية. يقال بقى ان ايه، ان في نادي اعترض والنادي ده هو السيتي، واعترض على رابطة البريمير ليج وقال لهم كده من الاخر الموضوع ممكن يروح الى القضاء او يبقى فيه شكل قانوني لو تمت هذه القوانين ان هي تتنفذ بشكل فعلي. خلينا نروح سريعا الى اخبار الانتقالات برضو المتعلقة بمانشستر يونايتد، واللي فيها بيتقال ان اليونايتد حاليا بيراقب أرون هيكي اللي هو الظهير بتاع فريق برنتفورد، واللي فريق برنتفورد بيقول ان ممكن يبيعه مقابل 40 مليون جنيه استرليني في ظل سعي اليونايتد ان هو يجيب أظهرة تانية تكون بدايل بالنسبة لليونايتد، خصوصا ان احنا واجهنا مشكلة الموسم الحالي على مستوى الأظهرة. بس ما اعتقدش ان أرون هيكي هو الظهير اللي ممكن يبقى عليه العين والنني ان هو تجيبه ده اللي يقدر يديك على طول مباشرة، واعتقد ان هو لو جه حتى هيكون ظهير بديل بالنسبة لليونايتد. اونز تي في بقى بتحيي قصة قديمة، ما اعرفش احنا يعني دي يونج بي زيه زي جايتان، لو تفتكروا جايتان اللي كل موسم كان بينتقل الى اليونايتد، او عودة رونالدو قبل ما يعود رونالدو فعليا في كل موسم حرفيا من بعد ما انتقل من اليونايتد. قالت لك ان هو الراجل يعني ايه مش عاجبه الوضع في برشلونة، متشائم الوضع شوية، ممكن منفتح على الرحيل، واليونايتد مهتم. بس يعني احنا مش عايزين نعيد القصة تانية، احنا الولد كل مرة كل ما بيجي فترة انتقالات ويقول اليونايتد مهتم يقول لك انا مبسوط في برشلونة، انا النادي اللي بشجعه برشلونة، انا الحلم بتاعي ان اوصل لبرشلونة. فيعني يا جماعة بلاش نقفل على السكة دي خالص، لاني ما اعتقدش ان دي يونج حتى ولو خرج هيجي اليونايتد، وانما هيكون فكره في اماكن تانية غير اليونايتد. حسب تي واي سي سبورت بتقولك ان اليونايتد بيتابع 4 مواهب ارجنتينية ان هو ممكن يستقطب منهم. فرانكو ماسا تاتانيو، على ما يعني اتمنى ان انا اكون نطقت الاسم صح، يعني انا مش عارف ايه اللي موديكم الارجنتين تجيبوا لنا اسماء بسم الله ما شاء الله، يعني ما تجيبوا لنا حاجه كويسه حاجه سهله كده تتنطق. المهم الولد ده وايان موسيبياري من فريق ريفر بلات، وانا متاكد ان انا نطقت الاسمين في الغالب غلط، واسمحوا لي اقرا الاسمين التانيين من الورقه اللي احنا بنكتب فيها. توماس بارمو من اندبندينتي، وايضا ارون انسليمينيو من بوكا جونيور، ان هم ممكن يجيبوا حد من الاربعه دول او يجيبوا الاربعه دول. حتى الان انا ما عنديش يعني اي معلومات عنهم لاني هو كلام على ورق مفيش اي حاجه ملموسه. خلصنا الاخبار جزء الاخبار، معلش هو كان جزء دسم قوي. نخش بقى على مباراه استون فيلا ومانشستر يونايتد اللي عمك جود ايفنينج قال لك حتى لو خسرنا هنبقى فوقهم، اخسر انت بس وخليك فوقنا مش مهم، بكره وبعده تخسر نقاط تانية، وكمان ممكن الجوله دي لو تفوقنا فيها تقدر ان انت تقرب بشكل اكبر، لان انت فارق بينك ما بينه 8 نقاط يبقى 5 نقاط، برايتون الناحيه التانية يقدم لك
هدية مع توتنهام يبقى 100 فل و14، والجاب اتقفل شوية ما بينك ما بين المركز الخامس والفارق مباراة. لو هو تعثر فيها وانت فزت تقدر ان انت تركب فوقه وتبقى في المركز الخامس، وكمان بعد كده تفكر على المربع الذهبي. الفيلنز طبعا فازوا في اخر مباراة لعبت على ارضهم في الدوري الانجليزي قصاد اليونايتد 3-1، وبكده كانوا انهوا مسيرة 23 مباراة هم ما قدروش يفوزوا فيها على ارضهم قصاد اليونايتد في الدوري الانجليزي. بس ما حصلش ان هم فازوا فوز متتالي على أرضية ميدانهم في الدوري منذ سنة 66 ل 77، وساعتها فازوا بخمس مباريات متتالية على أرضية ميدانهم. اليونايتد في البريمير ليج يعني من سنة 92 فاز ب 17 مباراة من أصل 28 خاضها قصاد الفيلنز على أرضية ميدانهم في الفيلا بارك، واللي أكتر منهم هم إيفرتون ب 19 مباراة قصاد اليونايتد على أرضية ميدانهم في ملعب التوفز. على فكرة الفيلنز نفسهم ما فازوش على أرضية ميدانهم على مانشستر يونايتد إلا 3 مرات فقط لا غير في 28 مباراة دول. تيجي تبص للإحصائيات واللي بتوريك إزاي إن الفيلنز ممكن نقول إن مستواه قل في الفترة الحالية وإن اليونايتد مستواه عالي شوية، فتلاقي إن أستون فيلا من شهر مارس لشهر ديسمبر اللي فاتوا في 2023 فازوا ب 15 مباراة ودخل فيهم 7 أهداف فقط لا غير، لكن في آخر 3 مباريات على أرضية ميدانهم هم فازوا في مباراة واحدة، تعادلوا في مباراة، وتهزموا في المباراة الثالثة، ودخل فيهم 6 أهداف اللي هو أقل بهدف واحد من 15 مباراة اللي فازوهم على أرضية ميدانهم. أما بالنسبة لليونايتد لما تيجي تبص لآخر 5 مباريات له تلاقي ان هو مسجل 13 هدف ومحول 20% من تسديداته البالغة 65 الى اهداف، في حين ان الخمس مباريات اللي قبل الخمس مباريات دول اللي هم الاخرانية يعني اليونايتد مسجل هدفين فقط لا غير، محول 3% من عدد تسديداته البالغ 73 على المرمى الى أهداف. آخر إحصائية معانا بتقولك إن اليونايتد في شهر فبراير لم يخسر في آخر 24 مباراة منذ الخسارة قصاد نيوكاسل أيام جوزيه مورينيو، فاز في 15 واتعادل في 9. نيجي بقى للتشكيل، إيه التشكيل المتوقع بالنسبة لهذه المباراة؟ أعتقد إن التشكيل هيكون كالتالي: أنا في حراسة المرمى مع كل من شو، ماجواير، فاران، وايضا دلو في خط الدفاع طبعا بعد اصابه ليتشا واللي هيقعد 8 اسابيع بعيدا عن اليونايتد. في خط النص ماينو، كازيميرو، قدامهم برونو فرنانديز، الهجوم راشفورد، ومعاك كل من جرناتشو وهويلاند. وهنا حاجه اقول لك حته كده على واحد كان بيلعب في استون فيلا قبل كده وهو اكبر لاهور. اكبر لاهور قال لك ايه بقى؟ قال لك لو انتوني سجل في المباراة دي انا هلبس التيشيرت بتاعه، بس هو مش هينزل، يا تخايف من جرناتشو يلا عارف ان جرناتشو هو اللي هيلعب اساسي خايف منه، ولا ما تقول البس تيشيرت جرناتشو لو سجل، وجرناتشو ان شاء الله هيسجل، قول يلا وان شاء الله برضو انتوني هينزل من على الدكة ويسجل برضو عشان تتكتم وتتكفي وتقعد ساكت يا عم اقبل لاهور اللي هو نظام اللي هو ايه، انا بدس في تنهاج، نزل لي انتوني وطلع جرناتشو بره، عشان احنا عارفين ان جرناتشو حاليا الراجل ماسك فورما وماسك مستوى. مباراه مهمه جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد ان هو يتفوق فيها عشان تقرب اكتر واكتر من المربع الذهبي، مع مواجهه مباشره مع احد الفرق اللي هو الفيلنز اللي بيحاول ان هو ياخد مركز اوروبي مؤهل الى دوري ابطال اوروبا. معلش طولت عليكم في الفيديو ده، كان معانا اخبار دسمه كتير، فيعني اعذرونا، واتمنى اني في النهايه لو عجبك الفيديو ان انت تدوس لايك، اشتراك في القناه، وتشير الفيديو لاصحابك لو عايز المحتوى ده ينتشر، والدعاء لاهلنا في جميع بقاع العالم والاراضي العربيه والاسلاميه بحقن دمائهم، والهمهم الصبر والنصر من عندك يا الله. وأتمنى أن أشوفكم بأتم حال وأتم صحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.